النهاردة أغنية بسيطة لعيد الأم، تعتبر من أسهل الأغاني، أغنية كل سنة وأنت طيبة يا ماما. وطبعا دي بمناسبة عيد الأم، إحنا في شهر مارس، يا رب تبقى سهلة لكل اللي هيجربها. نسمعها الأول. هنبدأ بكورد اللا، انا هديها لكم بطريقة بسيطة. كورد اللا لا دو مي، هينزل مع الدو، هقول دو دو ري مي دو سي. السي اللي انا واقف عليها هبدأ بيها تاني، وهقول اتنين سي مع كورد الصول، يعني ايدي الشمال اتحركت من اللا للصول. سي سي دو ري سي لا، هنط من اللا للفا بالصباعي الاول، وهروح لكورد الفا اللي عليه الدور واقول فا صلا لا سي لا. طيب الاول دو دو ري مي دو سي، كورد الصول سي سي دو ري سي لا، كورد الفا فا صلا لا سي لا. انتهيت عند اللا، الجزء اللي جاي هبدا من السي اللي جنب اللا، هروح رايحه للسي مع كورد الصول، يعني هروح من كورد الفا لكورد الصول، هبرجع نغمه هنا وهنا سي سي دو ري سي لا. الله، ده الجزء الرابع بالظبط زي الجزء الثاني. طب تعالوا نشوف ثاني من الاول كده، دو دو ري مي دو سي، الجزء الاول سي سي دو ري سي لا، ده الجزء الثاني اللي زي الرابع، فا مع فا سي لا، الجزء الرابع اللي زي الثاني اهو سي سي دو ري سي لا. هبدا من نغمه لا الجزء الخامس اللي جاي مع كورد الفا لا لا سي دو. هتروح ايدي اليمين تقف من الدول الصوت، وايدي الشمال نفس الكلام، واروح قايله مي فا صول فا مي ري دو، كمان مره مي فا صول فا مي ري دو من الاول، دو دو ري مي دو سي 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 دو ري سي لا فا صول لا سي لا سي سي دو ري سي لا. نقدر ننفذها